بتاع الهاوس بانك. تعالى كده سريعا، ايه المطلوب عشان اقدر اكاري البنك عندي في الشركة على السيستم، ان انا في بنك اقدر اتعامل معاه؟ مطلوب مني 3 حاجات بالظبط: جي ان، وان يكون الداتا بتاعت البنك دي متكريتة، وتالت حاجة اروح اعرف ان البنك ده هيبقى بتاعي بس. طيب اف اس 00. واحنا كريتنا الريتيند ايرنز اكونت الاول، حساب الارباح المحتجزه. طيب الاول كريتناه. طيب الاول الكومباني كود بتاعتنا اللي هي اس تي ام ار، صح؟ 8 0 ديسبلاي كده. لا مش موجود. طيب كريت، ماشي. ده تبع عيلة مين؟ Retained Earnings Account جي ال. لا حساب، حساب عام. لا هو بس ليكم في الكونفجريشن، ان هو بيتحدد في الكونفجريشن. هو حددناه في الكونفجريشن، حددناه ان هو ده هتبقى حساب الارباح المحتجزه اللي هيتلم عليه كل حاجه. صح، هو عملناه اكس وواي. احنا عملنا اكس بس، صح؟ فهو هيبقى حساب واحد يلم الاكس والواي، يلم الاثنين مع بعض. فقلت له طيب ده بي اند ال ولا بالانس شيت؟ بالانس شيت. بالانس شيت. اسمك ريتيند ايرنينجز اكاونت، ريتيند ار اي ار اي، مش موجود. ماشي اوكي، ار اي ريتيند حساب الأرباح المحتجزة. طب ده هيسمع فين في الكونسوليديشن؟ في الريتيند ايرنس اكونت على مستوى الكونسوليديشن. أعتقد ما كريتناهوش هو كمان. 8 0 كنترول قال لي 8 ده مش موجود في عامر كن. طيب هعمل ايه؟ هفتح نيو سيشن سريعا واقول له اف اس بي 0. اف اس بي 0 اللي هو كرييت جي ال على مستوى الشارت اوف اكونتس بس. طيب اوكي، هكريت حساب 8 صفار على اي كون، صح كده؟ يبقى انا هكريت جي ال اللي اسمه حساب الارباح المحتجزه على مستوى عامر جروب. طب احنا ليه علاقته بالبنك؟ لا هو ده ملوش دعوه بالبنك دلوقتي. يعني انا الحساب ده لازم هو الاساس اللي يتكريت عشان اقدر اكريت حسابات بعده. اكريت بقى البالانس شيت اكونتس والاكسبنس، اي حسابات تانية. مش معنى ده الاول، ده الاساس عشان اقدر اكريت اي حساب تبع عيله الاكسبنسز او الريفينيو. انا في الهاوس بانك مش محتاج اكسبنس او ريفينيو، بس قلت ان احنا نكريت اول حساب اللي هو حساب الروتين ايرنز اكونت. مش هو بالنسبه لي انا كهاوس بانك مش مهم. يعني دي جزئيه مستقله. ده انا بكرر بس دلوقتي حساب ريتيند ايرنز اكاونت، تمام؟ مش اكتر. وده ريليتد للجي ال. نو اكاونت جروب ار ديفايند ان شورت اوف اكاونتس ايكون. ده كمان مفيش اكاونت جروب للايكون، للاكاونت جروب اللي هي استناني كده او بي دي 4 اللي هي كرييت الاكونت جروبس شارت اوف اكونت ايكون، مش موجوده. طيب شارت اوف اكونت ري سي او اي، مش اللي هم دول. فانا هعمل حركه حلوه دلوقتي، سيلكت كل دول وكوبي على ايكون اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، صح كده؟ صح. على مستوى مين؟ على ريستورنت.
فبقول له ان الكونسوليديشن هيشتغل بنفس الاكونت جروبس. دي عملناها بعد الفيسكال يير. هي ايه اللي عملناها بعد الفيسكال يير؟ اللي هي الاكونت جروبس. الاكونت جروب، لا الاكونت جروبس عملناها بعد الشارت اوف اكونتس، مع الشارت اوف اكونتس مش مع الفيسكال يير. لا انا قلت كان بعدها، احنا عملنا الشارت اوف اكونت تمام، وبعد كده عملنا التداول الكونسوليديشن، وبعد كده عملنا الاكونت جروب، وبعد كده الدوكمنت ريتيند ايرنكس اكونت. طب استنيني، بص انا كده استني نرجع تاني. احنا اول حاجه عملناها كومباني اللي هو مين؟ عامر جروب. تمام. عملنا بعد كده كذا كومباني كود. تمام كده. وعملنا الساين خلاص. كريتنا بعدها كده شجره حسابات اللي هي الريستورانتس. تمام. وكريتنا شجره حسابات اللي هي الكونستراكشنز. تمام كده. طيب شجره حسابات الريستورانت خاصه باستوديو مصر وبشيلز وبحلقه سبع. طيب وكونستراكشن خاصه ببورتو. تمام. طيب انا عايز اجمع الاثنين دول في واحده كونسوليديشن، فكريتنا ايكون صح كده؟ صح. طيب ايكون ديت ما كانش متكري جواها الاكونت جروبس. تمام. لكن اللي تحت اللي هي ار سي او اي كانت الكريتد. تمام. كنا عملنا الاكونت العلاج اللي جواه، عملنا العيله اللي جواه، العيلات اللي هم دول عملنا اسيت بانك كاش اي ار اي بي اكسبنس ريفينيو جي ال صح؟ جوه الار سي او اي صح ولا لا؟ صح. بس فبخش اقول له برده في اللي هي الايكون هتشتغل برده من نفس العيله دي. تمام. طيب هي ديت كده انا كبيرتها، هي بنفس السيرنال نمبر بنفس الفيلد ستيتس نفس كل حاجه. طيب اقول له سيف اوكي. هروح هعرف هطلع باك كده باك سلاش ان اس جروب زي ما عرفت لشجره الحسابات اللي اسمها ار سي او اي ان ليكي اهي اديت شارت اوف اكونتس، ودي عملناها اول خطوه سواء ار سي او اي او ايكون عملناها. بعد كده اساين كومباني كود لشارت اوف اكونتس عملناها. ديفاين اكونت جروب عملناها لار سي او اي والايكون كونستراكشن مش عاوزها دلوقتي. اخش هديفاين ريتيند ايرنينجز اكونت لمستوى مين؟ لمستوى الايكون الكونسوليديشن. تمام كده. هخش هقول له شرط في اكونتس ايكون مفيش جواه اي حاجه. هقول له اكس 8 صفار. تمام. ده الريتيرن ايرنز اكونت صح كده؟ صح. ماشي. اعمله اكس، لا اعمله اكس وواي واحدد رقم حساب تاني صح كده؟ لو عايز خلاص. انا لا انا هقول له اكس بس سيف. طب دي على اكس بس في الحلقه دي هيبقى الاكس ده ديبت وكريدت فاستخدمه صح. هو ديبت وكريدت. ديبت وكريدت هيلم عليه كل الارباح ويلم عليه كل الاكسبنسز ويصفي مع بعض ويطلع حساب الارباح المحتجزه اللي تترحل للسنه اللي بعدها. تمام ماشي. هقول له بيقول لي الحساب ده مش متكريت في شجرة الحسابات. اقول له ماشي، ما انا هروح اكريته دلوقتي. الاول اعرفه هنا كده عرفته. اروح بقى سلاش ان، هو احنا كنا فتحنا قبل كده اهي. افتح هعرف الحساب ده على ايه كله. اقول له كريت تبع انت تبع عيلة. هنا مفيش ولا عيلة. ليه؟ انا ده مش بيان ديل اصلا. لا هنا مش متعرف ولا عيلة، كان لسه كان في ايرور بيقول لي انه نو اكونت جروب. فهطلع تاني واخش عشان تسمع اف اس بي زيرو. هعيد الخال مرة تاني كريت راح مسمع. تمام. كان الاول مش مسمعين مش موجودين. ماشي. قلت له انت تبع الحسابات العامة بي ان ديل ولا بالانس شيت؟ بالانس شيت. ماشي.
retain their account. تمام. بس ده كده على مستوى مين؟ على الكونسوليديشن. تمام. طيب نروح بقى نكريته على مستوى ال استوديو مصر. مصر فرحت كريته، قلت له انت هترمي بعد كده على حساب الكونسوليديشن كام؟ 8000. 8000 نخش، وده 8000 برضه، وده 8000 برضه. تمام. هقول له الكاريت انتر، اوكي، كنترول داتا، باقي البيانات المطلوبه، الكرنس بتاعته اي جي بي. طيب هل الحساب ده مثلا بتعمل عليه تاكسز؟ مش لا. لا. طيب بوستن يبقى إيه؟ خلاص مش عايز. طب اوبن ايتم كلير؟ لا. لاين ايتم ديسبلاي ماشي، عايز اشوف البنود اللي عليه. طب سورت كي اللي هو 002 اللي هو ديبند على الفيسكال يير والبوستنج والدوكيمنت ديت، بيقول ان الفيلد ده ريكوايرد. طب ادوس له انتر. الفيلد ده انا مش عايز ادخله دلوقتي، مش عايزه ريكوايرد، عايزه اوبشنال. ففي الحاله دي سلاش ان او بي دي 4 واروح اقول له لشجره الحسابات ار سي او اي خلي الجنرال اكاونتس الاكونت مانجمنت الاوبن ايتم خليه اوبشنال مش عايز ريكوايرد. طيب سيف سلاش ان اف اس 00 هرجع كريته تاني من الاول جي ال بالانس شيت شورت تكست ريتند ايرنز كونسوليديشن كنترول داتا مفيش اي حاجة اوبن لاين ايتم والسورت كي خش على اللي بعده شغال الفيلد ستيتس الفيلم جنرال اكونت اللي هي جي 001 اللي احنا كنا فاكر فاينانشال الكوست اكونت احنا كنا بنختار الكوست اكونت ده بالنسبه للكوست اكونت عشان لو انا بعمل اكسبنس اكونت لكن دلوقتي ده جنرال اكونت حساب عام فهقول له تبع الجنرال. تمام. طيب هل هو بوست اوتوماتيك؟ لا لا عشان انا اعمل اكس واي وفي نفس الوقت انا شغال على جي ان مباشره مش انا اللي بدخل القيد ده السيستم هو اللي بيرمي اكسبنسز وريفينيو عليه يبقى بوست اوتوماتيك. طيب ريليفنت كاش فلو ماشي هاوس بنك مرتبط بهاوس بنك او اكونت اي دي معين لا. طيب شيك بيقول لي كيب بالانس شيت اكونت ان لوكال كرنسي اونلي اوكي بيقول لي الحساب ده عشان هو بالانس شيت تبع البالانس شيت خليه بالاونلي البالانس باللوكال كرنسي قلت له اوكي شيك تاني نو ايرورز سيف سيفت ده كده الريتيرن ايرنز اكونت خلاص سيبنا منه نرجع هكريت حساب حسابات هرجع هكريت عايز اكريت حساب بنك حساب البنك الاول اروح على الكونسوليديشن هكريت على الكونسوليديشن حساب اسمه حسابات بنوك تمام يتجمع فيه كل حسابات البنوك اللي في استوديو مصر وفي بورتو وفي يعني وفي حلقه سمك وفي كل الشركات دي كل حسابات البنوك ترمى عليه في الكونسوليديشن فاروح هكريت واحد على مستوى الكونسوليديشن اسمه ايه اف اس بي 0 هيبقى السيريال بتاعه حسابات البنوك طيب مش فاكر حسابات البنوك كان ايه اسمه ده 8 اسيتس بنك البنك 2 ماشي البنك كان 2 0 هقول له ده حسابات البنوك على مين على ايه كن على الكونسوليديشن كاريتو انت تبع عيلة بانكس بي اند ال ولا بالانس اسم
اسمك ايه؟ بانكس حسابات البنوك. بانكس ده بانك اكاونتس، تمام كده. ده كده على مستوى الكونسوليديشن. تمام، اروح على على مستوى المستران. مش عارف سلاش ان اف اس بي بي اف اس 00 على مستوى الكمباني كود. هروح اعرف حساب البنوك اللي عندي، هقول له انا عندي حساب بنك تبع مثلا سي اي بي بالجنيه وبالدولار. بالجنيه هيبقى 110، تمام كده. تعالى كريته، هقول له انت تبع عيلة بنوك صح كده. بالانس شيت اسمك سي اي بي اي جي بي، سي اي بي اي جي بي وحساب سي اي بي اي جي بي. هتسمع فين كونسوليديشن؟ على 2-0. تمام كده ماشي. كنترول داتا الاكونت كرنسي بتاعتك اي جي بي، يبقى اونلي بالانس ان لوكال كرنسي. لاين ايتم ماشي. سورت كي 02. كرييت بانك. فيلد ستيتس بتاعك انت تبع عيلة مين؟ البنك. بنك اكونت اللي جي 005. هل هو بوست اوتوماتيك ولا انت بتعمل كود مباشر على حساب الهاوس بنك؟ لا لا، بنعمل الحساب مباشر من اف بي 50. مفيش حاجه تانية خالص؟ لا مفيش حاجه تانية، مفيش حاجه خالص تتعمل. لا ممكن في حاله تتعمل الانفريتس. لا حاله تتعمل ان انت في بعض الشركات بتعمل حساب كالتالي. عملت حساب سي اي بي رقمه 2-0-110 صح؟ ده اسمه ايه؟ سي اي بي اي جي بي. الشركة عايزة ده يبقى البالانس، ده رصيد بس. طب المعاملات تتم على مين؟ على اتنين تانيين، على اتنين جي ال تانيين. واحد اسمه 2-0-110-111 وده يبقى اسمه سي اي بي اي جي بي انبوت. انبوت يعني بيحصل فلوس. والتاني 20-112 يبقى سي اي بي اي جي بي اوتبوت. واحد للتحصيل، واحد للمدفوعات. تمام. ففي الحالة دي يبقى المعاملات هتتم على ده وعلى ده، لكن يروح يسمعه في ده. ففي الحالة دي ان ده هيبقى اوتوماتيك بوستنج اونلي. بوست اوتوماتيك اونلي. تمام؟ دي الحالة الوحيدة اللي يبقى البنوك فيها بوست اوتوماتيك اونلي. لا احنا نمشي بالسيناريو العادي ان الحساب ده هو اللي بيتعمل عليه الان وعليه الاوت. فاقول له خلاص بوست اوتوماتيك دي مجرد اوبشنال. طيب هل هو مرتبط بالهاوس بانك؟ اه بس انا لسه ما عرفتش الهاوس بانك عشان احطه له هنا. لما اعرف الهاوس بانك ابقى ارجع احطه. طب ريليفنت تو كاش فلو؟ اه ماشي. هل ليه فايدة؟ تبع فايدة وكده؟ مش عارف الحوار بتاعه. خلاص شيك نو ايرورز سيف. طيب تعالى نكريت حساب تاني بال بايه؟ بالدولار. في الستيتس بتاعته جي 005. هو ليه جاب لي كل الداتا؟ اصلا لسه محددتش بره
هو أن يعيل. هيرمي على حساب مين؟ البنوك. مين؟ قلت له الاكونت كرنسي بتاعتك. ها طيب ماشي، قول لي بالانس اللوكال كرنسي. لا طالما فورين ما بتسيبها لي. لاين ايتم ديسبلاي سورت كي ماشي. كرييت بانك انترست جي البنك اكونتس جي 005 ماشي. بوست اوتوماتيك لا. ريليفنت تو كاش فلو ماشي. هاوس بنك معين بس لسه ما كريتش الهاوس بنك عشان كده ما اعرفش. شيك سيف كده كريتنا حسابين بنوك صح. طب دي واحده ماشي. موضوع الان والاوت لو احنا جينا هنا اللي هي بوست اوتوماتيك. البوست اوتوماتيك هعملها على الان والاوت ولا على لا على الكبير؟ على الكبير. تمام على الكبير ماشي، لكن على الان والاوت انت هتعمل عليه معاملات عادي. تمام لكن ده اللي هيتسمع اوتوماتيك. تمام طيب اطلع بقى سلاش ان اروح اكريت حساب بنك اف اي 01. بكريت بنك مش يعني بكريت بنك على السيستم، مجرد معلومات سطحيه. الدولة بتاعته اي جي، اسم البنك اللي هو البنك كي، هقول له مثلا سي اي بي. السي اي بي موجود بالفعل. طيب هسميه اي جي سي اي بي، مع ان لا كنت عايز سي اي بي بس. طب انا هعمل حركة تانية. كريتي اتركم. هات لي اسم البنك كده اتش اس بي سي. لا غير بركة بنك. بركة بنك بركة ماشي. بس انا كده هحتاج اعمل ايه؟ من اف اس 00 هايديت الاسم، بدل سي اي بي اخليه بركه. طب انت ليه اساسا ايه المشكله ان في بنك موجود اصلا؟ لا البنك طالما موجود يبقى انت في سي اي بي متعرف من قبل كده، احنا عايزين نعرف من جديد ولا عايزين ندسبلاي واحد موجود؟ انا عايز اعمل واحد جديد. بركه ده يو اس دي. طيب هل في اي حاجه تاني هنا؟ هي الداتا كلها. سيف. طيب ده 110 111 و112 في حالة ان و اوت. تمام 110 و120 110 و120. احنا كنت عدلت ال 120 الاول، اخش اعدل ال 110. اقول له بركه بركه اي جي بي. طب سؤال هنا، انا ما عملتش هنا بوست اوتوماتيك صح؟ على مين؟ على ده او ده عشان ما فيش ان واوت. طب انا في حاله لو انا بعد كده كريت الان والاوت وكنت نسيت عملت البوست وصح ورحت، فانا لما هعمل الان والاوت هكتب هنا اهوت ان دول بيرموا على ال 210 صح؟ ولا اكتب يعني انا لما اجي اكريت اللي هو الان والاوت. لا هيرمع كونسوليديشن. ده بتاع كونسوليديشن يا رامي. تمام ده بتاع الكونسوليديشن اللي هي ايه عام. هربط الان والاوت في حته الان والاوت هرميهم على ده على اثنين اصفار برضو. استنى الان والاوت هرميه على الاثنين صفار. طب ماشي انا وده برضو هرميه على الاثنين صفار. طب ماشي لو واقفين بقى هيعرفوا ازاي ان دول تبع بعض يعني اللي انت قصدك ان ده وده هيسمعوا في ده ازاي؟ لا دي هي خطوه في كونفجريشن لو حالة زي كده، ده ليه سيناريو تاني.
ليها سيناريو في الكونفيجريشن ان في حاجه اسمها اوتوماتيك بوستنج اكاونتس، ان انت بتحدد ان في حسابات هترمي على بعض، فبتخش تقول له ان الحساب ده هياخد من دوت ومن دوت. دي خطوه في كونفيجريشن تاني، سيناريو. ليها سيناريو تاني، قصه تانية. تمام. في حاله ان لو كده صفحه على الكونفيجريشن بتتفتح، بتخش تقول له ان الحساب ده هياخد من ده ومن ده. لا ليه؟ طيب هحاول اشوف. ماشي ماشي. طب هنعملها في طب دي هنعملها في الاستيتمنت، في الاستيتمنت فيو اللي احنا بنعملها، هتحط الايه الاول تحت ال طيب قصدك فاينانشال ستيتمنت فيرجن؟ اه في حاله لو حساب البنك عنده ان واوت هحطهم. حطهم لان دي جي الات هتظهر لي. تمام تمام تمام. طب سؤال تاني، احنا الحته دي خلي بالك ماشي هنعملها الحته التانيه بقى. اساسا في حسابات يمكن ممكن ينفع كريتها وما حطهاش في الستيتمنت، في الفاينانشال ستيتمنت. في الماشي. زي ايه؟ اي حاجه يعني انساها مثلا. تنساها؟ اه. بتبقى معمول لها نوت اساين، فهتخش تعملها. يعني انت هيبقى في حسابات يا اما انت اللي عاملها بالقصد ان انت تسيبها. يا اما انت عاملها بالقصد. طب انا نسيتها. نسيتها. هو بيجيب لك لسته هتلاقي مش كان في نوت اساين. في حساب، في مجموعه اسمها نوت اساين تحت الليابيلتيز اسيتس، الليابيلتيز بي اند ال، تحتها نوت اساين، بعديها فاينانشال ستيتمنت نوتس. صح كده؟ النوت اساين ده هينزل لك الحسابات اللي مش معمول لها اساين لمكان معين. تمام ماشي. مش هيسيبني يعني. فتخش تراجع عليها، لو اوكي انت كونفيرمت اوكي، لو مش كونفيرمت خلاص. اوكي. بركة خلاص. هرجع بقى كده هنا واقول له كاري البنك بركة. انتر اسمه ايه؟ بركة بنك. مدينتك؟ كايرو مصر. بنك برانش؟ مش لازم. سويفت كول؟ عارف سويفت كول؟ بمحروف وارقام كده. رقم العالمي بتاعه، رقم موحد عالمي كده لاسم البنك. طيب اي ديتيلز تاني عايز احطها؟ لو البنك نمبر، لو برضو ده زي الرقم العالمي كده كل بنك، بس ده داخل مصر بقى بتحطه داخل كل دولة يعني. طيب لو عايز اضيف تفاصيل تاني، طب الاول ادوس له انتر، راح قال لي اللي هي دي، راح فتح لي الديت، قال لي اسمه ايه، اقول له خليها كمباني مش بركة، بركة بنك. لو ليه اسم تاني او تالت بتحطه، سيرش تيرم بركة. اوكي يعني حاضر. كانتري اي جي، اي حاجة تاني عايز تحطها بتحطها، مش عايز خلاص بس سيب ده كده. انت كده كريت البركه، بنك بركه على السيستم. طب هل انت عرفت له ان البنك ده هيبقى الهاوس بنك بتاعك؟ لسه. يبقى اخر خطوه سلاش ان اف اي 12 ان انا كريت الهاوس بنك. دي خطوه في الكونفجريشن. قال لك انت شغال على كمباني كود مين؟ اس تي ام ار. فادوس له اوكي. قال لي انك ده مين اللي عمل ده؟ كمباني كود مش اس تي ام ار، واحنا كنا كبيرناه من حاجه اس تي ام ار كنا مكبير. مكبيرة صح؟ طيب عشان متكبيرة فمطلع لي كل دول هاوس بانكس متعرفة عليهم. الشاشة دي بتبقى فاضية في الأساس، نعتبرها فاضية. نيو انتري، هقول له أنا هكريت هاوس بانك اسمه إيه؟ هقول له بركة.
بركة ممكن نسميه بركة بركة كونتري، الكونتري بتاعته اي جي. طب البنك ده انت عرفته على السيستم ولا ما عرفتوش؟ فهقول له البنك كي بتاعه بركة اهو، هدوس له انتر. انا عرفت انه متعرف بطريقة تانية، ان دي بقت تشينج. لو كان مش موجود كان خانة الكرييشن متأكتفة، ولو انا كنت كتبت غلط كان ولو كتبت غلط هيقول لك كرييت كرييت او اي تو فور بقى وبص عليه بالظبط. خلاص تشينج. طيب دي الداتا اللي احنا كنا دخلناها له الناحية التانية. ايه ده، هو انت ينفع اساسا ممكن ما تكريتوش، ممكن تكريته من هنا. تمام كويس جدا. اخش بقى على البنك اكونتس، اعرف حسابات البنك. هنا مش متعرف ولا واحد، فاقول له لان بنك بركه لسه جديد فمش متعرف له حاجه. قلت له هقول له بركه بي ار كي، سوري بي ار كي اي جي، بركه اي جي بي، بركه اي جي بي. البنك نمبر، البنك نمبر ده اللي هو رقم حساب البنك، ده بيبقى حوالي 16 رقم، عارف الفيزا؟ بيبقى مكتوب عليها الرقم. مثلا هنا كان كنت بلعب رقم الفيزا بتاعتي بالرقم اللي هي كريدت اللي هي كنت بقبض بيها المرتب. تمام كده. طيب الكرنسي بتاعته ايه؟ جي بي. طيب الجي ال، جي ال اكونت. هنا بقى بربط البنك بالجي ال بتاعي اللي هو 211 اللي هو 210 210 111 معلقه معاك. ايوه طب هو كان في 120 التاني 120 اللي هو اليو اس دي، هنخش نكريته دلوقتي. طب ادي كده عرفنا ان البنك اكاونت نمبر كذا والجي ال كذا اللي هو الاي جي بي هيبقى 110 صح كده. بس هدوس له انتر. خلاص باك ده كده كريت اول واحد. وان انتر تشوزن اوكي باك كده انت كريت اول واحد. تعال نكريت تاني نيو انتري، بدل اقول له برك اي جي هقول له برك يو اس او يو اس، هقول له بركه يو اس دي. حسابه نفس الحساب بس بعملتين، ماشي. العمله الثانيه يو اس دي، ده كان رقمه كام؟ 22 بس. باك كده الحسابين اتكريتوا عندي. طيب تمام، يبقى انا كده انشأت عندي حساب بنك اسمه حساب بنك بركة، ده انا بتعامل معاه وده البنك بتاعي فاتح حسابات عليه اللي هو الحساب دوت، حساب بمصر وحساب بالدولار. تمام واضحة؟ تمام. ده كده الهاوس بانك، ده كده الشغل بتاع البنك. طب ايه تاني شغل البنك؟ ان انت تكريت دفتر شيكات، فاكره؟ ايوه اف سي اتش اي، ان انت تكري تشيك لوك. الهاوس بنك بتاعك مين؟ اللي هو برك. هنا كنا سميناه بركة. الاكونت اي دي بي ار كي اي جي، هتعمل دفتر حساب على انهي عمله؟ قصدي هتعمل دفتر شيكات على انهي عمله؟ فاقول له تشينج ابيض، هكريت اقول له دفتر شيكات رقم واحد، دفتر شيكات رقم واحد، الشيك نمبر من رقم من مثلا واحد لخمسين، دفتر شيكات 50 ورقة من واحد لخمسين. هقول له ده هيمشي بالترتيب ولا مش بالترتيب؟ بالترتيب. اوكي اسميه ايه؟ اسميه شيك لوك واحد كونتينيو. طب دفتر كريت تاني
ايش كاري دفتر رقم 2 من 2 من 51 ل 100. اقول له اوكي. اسمك ايه؟ شيكنوت 2. طيب اما يخلص دفتر الشيكات الاول يشتغل في انيو رقم 2 نيكست لوت. تمام بس ادي كده كريت دفتر شيكات سيف. ده كده شغل البنك. تمام كجورنال. اوكي مجمع. سهل مش صعب. كاش جورنال باختصار 6 خطوات او 7 6 خطوات وكلهم تحت بعض في نفس المكان. من اول هنا كاش جورنال. ممكن معلش الحته اللي احنا عملناها بتاعت ال الكريشن جي ال كريت ال 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 البنك اكونت. عملنا الكوربري صح؟ كريتنا للكوربري عندنا. ادي عامر اللي هي كونسوليديشن اسمها ايكون. صح كده؟ عندنا شجرة تانية اسمها RCOA. صح كده؟ دي هنا STMR دي استوديو مصر. هنا بورتو. هنا CCOA كونستراكشن. تمام كونستراكشن شجرة الحسابات دي شغالة بيا بورتو. دي RCOA او تشيلز او حلقة سبعة فيش. التلاتة شغالين بدون صح كده؟ تمام. طيب عشان عامر تقدر توحد الشغل تعمل ايه؟ عملية الايكون. تمام. الكونسوليديشن. طيب هو انا مش اي حساب المفروض بكريته في اي شركة المفروض يسمع في الكونسوليديشن. تمام. بس فانا قلت له في البداية كريت حساب ريتيند ايرنكس اكاونت اللي كريته هنا ريتيند ايرنكس اكاونت. كريته هنا على اس تي ام ار كريته الاول هنا. تمام كده. تاني حاجة حساب البنك هنا هجمع حسابات البنوك كلها في حساب واحد. مش هيهم عندي تفصيل. بالنسبة لعامر مش عايز تفصيل عايز مجمل. تمام. لكن هنا عايز تفاصيل. قلت له انا هكريت حساب رقمه 2 110 و2 120. 110 ده سي اي بي اي جي بي و120 يو اس دي سوري مش سي اي بي بركه اي جي بي والتاني بركه يو اس دي. ماشي. المعاملات اللي هتتم عليهم هتسمع فين؟ عايز افهم اللي بيكون في البنك اللي هو 2 0 ركن ايه؟ اللي هو في اكونت في الكونسوليديشن. بس بعد كده رحت كريت حساب البنك اللي اسمه بركه من اف اي 01 بركه. تمام. بعد كده رحت قلت من اف اي 12 من الهاوس بنك عرفت بركه از هاوس بنك. بركة عرفته ان هو هاوس بنك. تمام. بس وبعد كده عملت دفتر شيكات عليه من اف سي اتش اي شيكلوتس. انا ريكون اكونت انا عملت ريكون اكونت لل لل قصدك كونسوليديشن اكونت مش ريكون اكونت. كونسوليديشن اكونت مش ريكون اكونت. مش ريكون اكونت بركوني يعني اب العيلة. أيوة. جوه الكمباني بول. هو ده يعتبر ريكون لده بس ما بنسموش ريكون. بقول لك كونسوليديشن بتاعه.
لا بس انا ايه لا في حساب كريت قبل البنوك، ايه هو الحساب اللي هو التمنيات التمانية التمانية؟ Retained earnings account. ريتيرن انت. ريتيرن انت انا كريته على مستوى ال الكل اه وعلى مستوى استوديو مصر. اه تمام. بعد كده اما اجي اخش تشيلز هل هحتاج اعرفه فوق؟ لا خلاص متعرف، هروح اعرفه بس تشيلز، هروح اعرفه فيش، هروح اعرفه بورتو وهربطه تحت بال 8000 بالظبط، واربطهم من تحت على ال 8000، دول كلهم على ال 8000. تمام. اوكي ماشي تمام ماشي. الحته بقى بتاعت الايميل اوت حاضر. انت قصدك كنت الورقه؟ ماشي حاضر ماشي اوكي مفيش مشكله، تعالى نجربها مع بعض عشان ما جربتوش فعلا. انا عارف السيناريو النظري بس ما جربتوش فعلا بتتجاب منين. ماشي كويس ما احنا بنتعلم اهو. مش لا لا بفكرك اهو بحاجات فاينانشال بانك. تعرف ليه انا يعني مهتم بيها؟ اللي احنا عندنا كده انو اوت. ليه بقى؟ احنا عندنا حسابات احنا بناخد سحب على المكشوف فبنسدد منها، والكوليكشن بيدخل في حسابات تانية في نفس البنك. ان هو اساسا لو انا دخلت عليها كوليكشن، لو دخلت على كوليكشن على الحسابات اللي انا باخد منها السحب على المكشوف، في الحاله دي البنك مش هياخد مني انترست، فانا على طول في تحصيل على طول. تمام، وفي تحصيل على طول قصاد الناحيه الثانيه، ففي الحاله دي هو لا هو ده عايزني اسحب على المكشوف عشان يحط انترست، فانا لو انا غطيت له الحساب اول باول فانا هو انت شغال معايا ليه؟ مش مستفيد مني حاجه. ده بالعكس، ان هو المفروض اساسا خلاص يبقى ايه اللي في حساب جاري واحط فلوس يسدد منها ويديني فايده. فكر في حاجه كده. ماشي خلاص. ايه هي؟ لا كنت بشوف بنك سحب على المكشوف ممكن اجيب احسابه اعمله ازاي. ماشي طب هقول لك حاجة. انا ممكن نخلي بدل عشان ما نعطلش نفسنا، ممكن الشيء دي اسيبها النقطة دي هشيك عليها وارد عليك فيها، ماشي؟ عشان دي انا معرفهاش ولسه يعني هدور عليها بصراحة. ماشي create general bank chain ممكن يكون له bank chain activate bank chain. طب استنى كده In this activity, you define scenario for determining bank chain scenario specifies the way in which bank chain is to be determined generally and not depending to each of individual partner or bank details. نسيبها دلوقتي. اوكي بس هكتب هنا هنا بنك مين بنك صب ان بعدها هرد عليك ايه. تعالى الكاش جورنال لو رجعنا كده على طول على فوق على كونتنت الكاش جورنال بالظبط
كم خطوة؟ 6 خطوات. أول حاجة نكري جي ال تبع حساب الكاش. طيب عشان أكري جي ال ده حساب الكاش على مستوى الجي ال، أروح أعرف الكونسوليديشن الأول، أقول له اف اس بي زيرو على مستوى ايكون اللي هي على مستوى عامر، هقول له هكريت حساب 3 3 اصفار، اسمك ايه؟ كاش، انت تبع عيلة مين؟ عيلة الكاش، بالانس شيت ولا بي اند ال؟ كاش، واسمك كاش، هتجمع كل حسابات الكاش اللي في كل الشركات. طيب سي، اروح بقى سلاش ان اف اس 00، اكريت حساب اسمه مثلا 300 تبع عيلة كاش، بالانس كاش اي جي بي، كاش اي جي بي، صح كده؟ هترمي فين؟ 3 اصفار. طيب كنترول داتا بتاعتك، تعالى اقول له اي جي بي اونلي بالانس لوكال كرنسي، ماشي. لاين ايتم ديسبلاي اوكي، وي سورت كي ماشي. تبع انت تبع حساب ايه؟ فيلد، الفيلد ستيتس تبع مين؟ مفيش كاش، فنحطه تبع الجنرال. تمام. طيب او نحطه تبع حساب تبع البنك، جنرال او بنك، هل هو بوست اوتوماتيك؟ ليه؟ عشان الترانزاكشن عشان بتتم عليه. على مين؟ على كاش. فاهم يعني ايه بوست اوتوماتيك اونلي؟ بوست اوتوماتيك اونلي؟ طيب يعني ايه؟ ان هو ده تحتيه حسابات فرعية خزن، صح؟ صح كده، هعمل معاملات على الخزن، على الخزن والخزن هتسمع. صح كده، شايف؟ نو داتا نو ايرورز. اوكي، نكريت حاجة تاني لو عايز خزنة تانية، ماشي. لو عايز قصدي حساب تاني عشان عليه خزن، خلي بالك الخزنة بكل عملة، يعني ما ينفعش خزنة واحدة عليها عملتين، خزنة بالمصري، خزنة بالدولار، خزنة بكذا. تمام. طيب هل ممكن حساب واحد تنفع تفتح تحتيه 10 خزن؟ يعني حساب اللي هو الكاش اي جي بي تفتح تحتيه 10 خزن في 10 فروع. تمام كل تمام. طيب لا خلصه، لا وانا مش جايبه تتفرج عليه. طبعا كاش بي ان بالانس كاش يو اس دي، صح؟ كاش يو اس دي، هترمي فين؟ 3 اصفار. كنترول داتا يو اس دي اونلي بالانس، لا لاين ايتم سورت كي، كرييت بانك انترست، فيلد ستاتس جنرال، بوست اوتوماتيك، ريليفنت تو كاش، اوكي، شيك، سيف. كده كاري اول خطوه من خطوات الكاش جورنال اف اس سلاش ان اس برو. تعالى كده اهي، اول خطوه بيقول لك ان انت تكريت الجي ال اكونت فور كاش جورنال، ودي الخطوه موجوده في الكونفيجريشن بس بتنقلك على الاند يوزر، لان كرييت الجي ال في الاند يوزر مش في الكونفيجريشن. زي ده، تعال نخش فاينانشال اكاونتنج نيو، نخش جوه ايه؟ بنك اكاونتنج، بزنس ترانزاكشن، كاش جورنالز، كاش جورنال تحتيها العمليات بتاعتها كلها. اول واحده كرييت جي ال اكاونت فور كاش جورنال، تعالى نخش عليها كده. ده ايه ده؟ ده الاف اس 00. يبقى اول خطوه بكريت جي ال. طيب تمام. تاني حاجه بتحدد لو دي اوبشنال الاماونت ليميت، يعني ايه؟ يعني ان انت في الخزنه ما يباتش فيها اكتر من مثلا من 1,000,000 جنيه بس، فبتحدد له
كومباني كود اللي اسمها اسمها ايه؟ كود ولا في الخزنة؟ مثلين في الكومباني كود اللي اسمها ايه؟ نسترون اس تي ام ار. ايوه كرنسي بتاعتها اي جي بي. اي جي بي valid from sorry valid from من تاريخ 1/1900. الاماونت اقصى حاجة 1,000,000 جنيه. ان يبات في الخزنة ماكسيمم 10 مليون. ماشي مليون ولا 10 مليون؟ ايه مليون. ماشي ده كده يبقى انت كريت ان قلت ان الخزنة اللي هتبقى عملتها بالجنيه المصري ما يباتش فيها اكتر من 1,000,000 جنيه. طب اكتر حاجة من الاتنين يتحول لخزنة تانية يتحول لحساب البنك. تمام تمام طيب اوكي ده سيف. دي تاني خطوة. ها بسيطة ولا متعقدة؟ ما فيش حاجة بس انا بقصينش الموضوع. ما بتقصينش حاجة. ماشي هو باي هو باي ديفولت ان اي خزنة بعملة مصري هيرفض يستلم. هيرفض استلامات اكتر من مبلغ معين. لازم اعمل ايداع الاول او ايداع؟ لا هيرفض مش يستلم، هيرفض معاملات تبات في اليوم اكتر من 1,000,000 جنيه. طب ماشي فانا دلوقتي خلال اليوم المعاملات جت اكتر يعني اكتر. يبقى في يبقى خلاص نخلي الليميت بتاعها اكتر من كده. لا مش عارف اخلي الليميت جت كده. انا ترانزاكشن في اليوم هعمل ايه؟ اعمل ايداع، اعمل ترانزاكشن اخفض بيها الخزنه دي وترانسفير للبنك اثناء اليوم. صح كده؟ ايوه انا قلت له الليميت بتاعك 100 مليون مش 1,000,000 بس. اوكي سيف 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 باك. دي تاني خطوة. طب تالت خطوة بيقول لي عرف لي الدفاتر اللي احنا نشتغل عليه اللي هي القيود اللي هي الفواتير، نوعية الفواتير الدوكيمنت تايبس اللي هنشتغل بيه. طب قلت له قبل ما اعرفها هخش اعرف النمبر رينجز اللي انا هحتاجها. طب ايه ده؟ هو النمبر رينجز بتاعت الكاش جورنال هتختلف عن نمبر رينج البيمنت عن طريق حساب البنك؟ ده رينج وده رينج عن خزنة غير حساب البنك من اف بي 50 او من اف داش 28 او من اف داش 53 اللي هو البيمنت بتاع الكاستمر او الفندر. فخش الاول هديفاين النمبر رينجز، هقول له على كومباني كود اس تي ام ار اعرض لي. هو في رينج واحد من واحد عامله من كام؟ من 1/0 لكام؟ لخمس ساعات 3 و3 6 6. طيب ده سيبك منه بقى وطلعه كده مش عايزه عشان اللعب اللي بيحصل. مش اول واحد ده اللي انا هكريت. انا عايز 3 انترفال بالظبط. 0-1 هقول له 0-1 ده بيبدأ كالتالي من 0 مليون لزيرو مليون ساعات. تمام طيب ادي اول انترفال انترنال ولا اكسترنال؟ اكنك بكاري بالظبط سب ليدجر تبع فاكر الاي ار والاي بي لما كنا بنكريت اكونت جروبس. بالظبط اكنك بتحدد النمبر رينج بتاع كل اكونت جروب او بتاع كل دوكيمنت هنستخدمه في الكاش جورنال. طيب انترنال نكريت انترفال تاني 0-2 0-2 0-0-0-2 0-0-0-2 ساعات.
ماشي، ده تاني انترفل، تالت انترفل، زيرو ثري، زيرو، زيرو زيرو، تلاتة، لغاية زيرو زيرو زيرو، تلاتة، ساعات، ست. يبقى أنا كده كريت تلات رنجات. ليه؟ لأن أنا في تلات فواتير هشتغل عليهم جوه ال الكيجورنال. تعال نسيف. اوكي تشينج سيفت باك. نخش بقى على الفواتير اللي احنا بنستخدمها. احنا هنستخدم بالظبط ثلاث فواتير، ثلاث انواع، الاي بي والكي ار، سوري، والكي زد والدي زد. لان انت معاملاتك ايه؟ حاجه من الثلاثه هي معاملات تحويلات من البنك ليك او من ليك للبنك. فدي هتبقى جنرال دوكيمنت زي كده الاس اي. فاكر الاس اي؟ كود يوميه عادي. فهو بدل ما يستخدم اس اي استخدم اي بي، الدوكيمنت الاي بي. تمام. دي اول حاجه. طيب مش احنا في الكاجورنال بنعمل بايمنت الكاستمر؟ سوري، الكاستمر بيعمل لنا بايمنت، بيدفع لنا. فهحتاج الفاتوره اللي اسمها دي زد، صح كده؟ طيب مش انا هدفع فواتير لمورد اللي هي كي زد؟ هم دول الثلاث فواتير اللي انا هحتاجهم. بس هدي كل واحد رينج من الثلاثه اللي لسه مكريتهم. هقول له الدوكيمنت تايب، او دوكيمنت تايب اي بي اهي، هقول له الرينج 01. ماشي، هرجع دوكيمنت دي زد اللي هو كاستمر بايمنت 02. ماشي، هو باي ديفولت بحدد. طيب باك. طيب 03 اللي هي كي زد، كي زد اهي فيندر بايمنت 03. هو هنا اختار لي الدوكيمنت تايب كي اي، ده الريفرس. الريفرس لو حصل ريفرس عليها يستخدم كي اي. انا مش هقول له لا ما تعملش على كي اي، او خلي على كي اي دي زي الجنرال دوكيمنت بس خاصه بالفندرز. فبدل لما تيجي تعمل ريفرس على الاي بي الكي زد، ممكن اقول له هنا اعمل لي ريفرس على الاي بي. معلش، ممكن الحته تاني بتاعت الطيب دي تاني؟ معلش اللي هي طيب. حاضر، اي بي اخش، لو هعمل ريفرس برضو اي بي. ماشي، مفيش مشكله. لو الدي زد كانت اي بي، كانت اي بي. طب كويس، كلهم كان اي بي ما عدا الاخر واحد، عملتهم هم الثلاثه اي بي. تمام. الدوكيمنت تايب هي عباره عن ايه؟ دي الاكواد الفواتير، الاكواد الدفاتر اللي انا هشتغل عليها في الكاش جورنال، اللي انا اساسا حتى عملت لها سيريال، اساسا حتى عملت لها لمبر رينج، اللي انا لسه عاملها دلوقتي، مش بتوع قبل كده، غير بتوع قبل كده. ما ال طب ما ال ايوه الثلاثه دول بس الاي بي ديت كانت موجوده قبل كده. ايوه الرمز موجود، لكن بيستخدم نمبر رينج بتاع اللي احنا كنا كريتناه الاول. ماشي، الاي بي هيستخدم النمبر رينج القديم ده لو في حاله الدوكيومنتس اللي خارج الكاش جورنال. اول ما استخدم اي بي مع الكاش جورنال، ايوه، هياخد سيريال ده 01. 01 اللي هو 0 مليون ل 0 مليون ساعات. ممكن يكون الناحيه الثانيه واخد 01، بس 01 ما كانش 0 مليون ل 0 ساعات. تمام. طب هما هنا، معلش اكتبهم لي هنا، دول دول اللي احنا دلوقتي يعني هنشتغل على كي زد، صح كده؟ هما هيبانوا لنا، هيبانوا لما نكريت الكاش جورنال فعليا، الخطوه اللي بعد ديت على طول. بس ماشي اوكي، انا عندي دوكيمنت تايبس، عندي انواع فواتير. الدوكيمنت تايبس دي اللي هستخدمها في الكاش جورنال، عندي الاي بي، عندي الدي زد، وعندي الكي زد، صح كده؟ تمام. مقتنع بيهم؟ تمام. مقتنع بيهم تماما؟ اوكي.
كل واحدة من دول بتاخد رينج، عملت لها نمبر رينج. فزيرو واحد زيرو اتنين زيرو تلاتة، صح كده؟ طيب هو مش الدوكيمنت دي موجودة عندنا من قبل كده وبستخدمها في ترانزاكشنز، زي مثلا لو انا دخلت جوه اف بي، لو كريت فاتورة اصلا، او لو انا دخلت مثلا عملت بيمنت لكاستم، ان كاستمر دفع لي فلوس. تمام. منين؟ من اف داش 28، فاكرها؟ اه. لو عمل لي بيمنت من هنا، المفروض الفاتوره دي تتسيب على ايه؟ على الدي زد ولا دي ار ولا دي جي ولا دي ايه؟ على الدي زد. ايه ده يعني هيستخدم دي زد؟ اه هيستخدم دي زد، بس هل هياخد نفس النمبر رينج ده؟ لا. أوه. هياخد نمبر رينج اللي معمول له اساين بره، ممكن يكون 05، ممكن، وممكن يكون اسمه 02، بس 02 لما اتعرف كان 02 ست تسعات، سوري، 02 ست صفار، اللي 02 ست تسعات ده اللي بره، لكن اللي هنا 02 اربع اصفار لزيرو اتنين اربع تسعات. ها وضحت؟ الدوكيمنت تايب ممكن يستخدمه هنا وهنا، بس النمبر رينج ممكن يختلف. حتى لو اختلف في ال... حتى لو اسمه، حتى لو تشابه في الاسم الرينج ممكن يختلف. تمام. والاي بي انا اساسا بعمله عشان الريفيرس، الاي بي جنرال دوكيومنتس بشكل عام، الاي بي بعمل عليه الفواتير العامه. هنا عن هنا، هنا برضو الاي بي، لو انا مثلا زي بره في الغالب بستخدمه مع ريفرس بره. طب انا بره اساسا، مش بره، في اكونت ريسيفبل واكونت بيبل، وفي جي ال، وفي بنك، كان في كاش. في كاش يعني ايه قصدك؟ كان في كاش يعني في كان من ضمن التايبس دي كان في كاش، صح؟ تايبس ايه بالظبط؟ معلش، قصدك الجي ال ده؟ لا 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 مش ده. لو انا النمبر رينج اللي انا كريته بره هنا، النمبر رينج اللي هنا، ايوه اللي هنا اللي بره، اه كنا بنعملها من هنا. اه ماشي. وكان في كاش. كاش ايه؟ ما كانش في حاجه اسمها كاش. ما كانش في حاجه اسمها كاش. قصدك؟ طب ثانيه واحده هفهمها. سلاش ان اس برو سنتر فرونس اي ام جي فاينانشال جلوبال دوكيومنتس دوكيومنت تايبس. قصدك هنا؟ ايوه ماشي. دوكيومنتس لوكد باي محمود حبيب، ماشي، لانه يعتبر داخل على نفس الدوكيومنت تايبس، بس الاختلاف في النمبر رينجز. Do you want to display log data? Yes. اعرضها لي. فبيقول لي الدوكيمنت تايبس كده. ايوه هي دي. اه دي انواع الفواتير. مفيش حاجه اسمها كاش. مفيش حاجه هنا اسمها كاش. اه اللي انا خدتهم وعملت منهم كوبي اللي كانوا موجودين ديفولت، صح؟ ما دول كلهم موجودين ديفولت. اه وانا خدت منهم كوبي وسميتهم وغيرت. لا ما غيرتش حاجه، دول باي ستاندرد موجودين. اه ما غيرتش فيهم حاجه. خدت منهم ودخلت جوه وعملت بقى انا كل اللي عملته ان انا بالنمبر رينج ان انا اخش جوه كل واحد. مثلا الاي بي اللي هي اكونتنج دوكيمنت، قلت له هخش جواه هيستخدم نمبر رينج كذا. ساعتها كان كي 1 ومش عارف ايه، صح؟ مثلا. اه تمام. هنا بقى ما كانش في، هنا ما فيش كاش اصلا. لا ما فيش حاجه اسمها كاش. تمام حلو. وساعتها انا هنا ما اخترتش كل دول، انا اخترت مجموعه معينه، المجموعه اللي احنا هنحتاجها. اه بس تمام، ما كانش فيه من ضمنها كاش. اوكي. ما فيش دوكيمنت اسمها كاش بوستنج. ما فيش دوكيمنت اسمها كده. ليه؟ لان الكاش جورنال بيتعامل على كذا سب مديول. بيتعامل على الاي ار، بيتعامل على الاي بي، بيتعامل على الجي ال. تمام.
اوكي فما ينفعش اوحد له دوكيومنت تايب خاصه بيه. تمام وضحت؟ اه طيب بس اكزت دوت اكزت ده كمان ماشي ده كده عملنا ايه يبقى ال اي بي 01 والدي زد 02 والكي زد 03 تمام سيف سيبنا ماشي ده كده يبقى دخلنا عملنا اول حاجه الجي ال ات تاني حاجه الاماونت ليميت تالت حاجه النمبر رينج رابع حاجه اساين النمبر رينج صح كده؟ اه تمام خامس حاجه بقى نسطب الكاجورنال تعالى نسطبه كاريت خزنه بقى تمام تعالى نكاريت خزنه تعالى نشوف الاول خزنه موجوده بالفعل هقول له على كمباني كود 1000 مثلا اللي احنا كنا شغالين عليها في الاند يوزر افتح لي ال 1000 قال لي ال 1000 كان في كذا خزنه خزنه رقم 1 وخزنه رقم 2 هقول له هات لي الخزنه رقم 2 ام كانت باليورو دي مش دي دي اللي احنا كنا شغالين عليها تعالى بقى نشوف ديتيلز بتاعتها اول حاجه قال لي الكمباني كود تاني حاجه تعالى اقف لك هنا اه تاني حاجه الكاش جورنال كل كاش جورنال بياخد له رقم او اسم ممكن تمام. يبقى الفا نيوميرك تمام فور كاركتر تمام تمام فانا فمثلا هو متسمي واحد اتنين كده تمام طيب على حسب ما نسميه احنا طيب ايه الحساب ده؟ ده الاكونت جي ال اكونت بتاع مين؟ ده بتاع الريكون اكونت لا بتاع الكونسوليديشن لا ليه؟ هو ده بتاع كومباني كود طب بتاع مين؟ الحساب ده حساب ايه بالظبط؟ ده حساب الكاش حساب الكاش اه بتاع الكومباني كود بتاع الكومباني كود على حسب بقى انت بتعمل دلوقتي اللي هي معمله يورو يبقى انت واقف على الحساب بتاع اليورو الخزنه الثانيه هو ده الخزنه الثانيه عشان اشتغل فيها اللي هو انت واقف دلوقتي على اليورو اه العمله الخزنه دي باليورو اه الخزنه يورو يبقى الحساب بتاعها اللي هو 10 10 اللي هو اخره 10 اه مثلا ده هنا احنا لما نيجي نكريته هنكريته على حساب كام؟ 2 صفار كام؟ 2 صفار 110 ولا 120؟ 110 سوري مش 200 مش 2 صفار 3 صفار 3 صفار 100 و3 صفار 200 تمام انه استخدم 300 ولا 3200 دول الحسابين بتوع الكاش بتاعه 300 و3200 300 الاي جي بي و3200 اليو اس دي تمام اما نيجي نكاري نفترض ان العمله دي اي جي بي يبقى الجي ال اللي هنا كام 300 300 ماشي بيقول لي الدوكيومنتس اللي انت هتستخدمها هتستخدم اي بي في حاله دي دوكيومنت تايب دي تي عن دوكيومنت تايب جي ال اكونت يعني المعاملات اللي هتعملها على جي ال خاصه بجي ال يعني تحويل لبنك او تحويل من بنك يبقى دي تستخدم الدفتر اللي اسمه اي بي طب في حاله الفندور دوكيومنت تايب الفندور فندور بايمنت ف في في اي بي تي فندور بايمنت هتستخدم انهي فاتوره؟ الفندور فندور بايمنت الفندور هيستخدم الكي زد كي زد طيب اللي بعدها فندور بايمنت برضو تاني كي زد اه ماشي اللي بعدها كاستمر بايمنت اه يبقى دي زد دي زد اللي بعدها كاستمر بايمنت دي زد دي زد بعد كده سيبنا شيك سبريد سيب بعد كده الكاش جورنال نيم ده اسم الخزنه بس بعد كده في كذا تاب في ثلاث تابات بعدها الاثورايزيشن جروب ده بص بيبقى في اثورايزيشن مين بيتعامل على الخزن تمام لكل يوزر يعني مثلا انا مسموح لي مثلا اشتغل على خزن تمام. لكن انت لا انت شغال على المخازن انت موظف مخازن فمالكش ان انت تخش على الخزن فبيبقى متعرف الاثورايزيشن جروب لو انت ممنوح لك الاثورايزيشن دي تقدر تاكسس مش ممنوح لك ما تقدرش تمام. من اللي بيحددها البيزس طيب البيرسونز اسامي الاشخاص اللي بيشتغلوا على الخزن تمام بس ده كده الخزن طيب
هي دي كده الخزنة كريتد. اه كده الخزنة. تعالى بقى نكريت خزنتنا او خزاننا خزنتنا اس تي ام ار. كاش جورنال رقم كام؟ هقول له كاش جورنال اي جي بالمصري. تمام. لو انا عندي فروع كتير بقى بدل اي جي هقول له 01 0001 اسميها. لو عندي خزن كتير من 1 ل 10 ل 20 ل 30 على حسب. تمام. تمام يبقى ارقام. لكن لو ما في لو هي خزنه واحده خلاص سميها بنفس العمله عشان تبقى فاهمها. تمام. طيب جي سوري جي ال اكونت اللي هو هيبقى ال 10 100 لو غلط ال 300 واحنا عندنا 300 و 300 تمام موبايل 300 طيب ماشي. الكرنسي بتاعتنا جي بي ماشي. كاش جورنال كلوزد يعني هوقف التعامل عليه دلوقتي؟ لا. ماشي تعالى نشوف الدوكيومنتس. اول حاجه اللي هو اللي هي اول واحده دي تي اللي هي الخاصه بالاكونت اللي هي جي ال اي دي نوعها ايه؟ اي بي. طيب بعد كده كذب زد. بعد كده دي زد دي زد هم احنا ليه بنكررهم مرتين؟ والله هي هم هو عامل التعامل مقسمها كده ليه مش عارف. طيب فانا هسميها اس تي ام ار كاش جورنر 01 بالاي جي بي. تمام؟ تمام. بس كده الانتري 1 كريتد. طيب تعالى نكريت التانية اس تي ام ار هنسميها بالايه؟ باليو اس دي. يو اس دي حسابه 200 او 300 200 عملته يو اس دي حاجة اسمها شيك سبليت. ان انت هقراها لك حاضر ثانية واحدة بس هعملها دي كده اللي هي 02 يو اس دي اس تي ام ار 60 ام ار كاش جورنال 02 يو اس دي. تمام كده. طب تعالى هقف كده على دي واف 1 بيقول لي شيك سبليت split indicator for total document for split presentation. فاكر لما قلت لك ان indicator set all server short journal of indicator of setting the entry select the indicator OI if you want to be informed whether the value of the sheet presented has been posted bank via account statement select the indicator فاكس. ماشي فاكر لما قلت لك ان في حاجه اسمها سبليت دوكيمنت او دوكيمنت سبليت دي حاجه خاصه بالكنترولنج. بص هقول لك حاجه فاتوره مثلا قيد كالتالي ديبت اكسبنس كريدت بنك او كريدت كاش خلينا كاش كاش جورنال كاش جورنال كريدت كاش جورنال صح كده. ديبت اكسبنس انا اشتريت الكتريستي او دفعت ثمن الالكتريستي كاش. الالكتريستي دي كانت تخص مبنيين مبنى اداري وتخص المصنع الفاكتوري. تمام. فده كوست سنتر وده كوست سنتر
تمام. فالفاتورة ماليا ظاهرة لي كده ديبت اكسبنس كريدت كاش جورنال، صح كده؟ بس الاكسبنس مقسوم لاتنين، تمام، هيروح يترحل الاتنين لكاس للكوست سنتر بتاع الادمن والكوست سنتر بتاع الفاكتوري، نسبة ما بين ده وده. فالمفروض الدوكيمنت سبليت ديت او شيك سبليت ده بقول له ان هو بعد كده هيعمل زي اناليسيس دوكيمنت، فاتورة تحليلية هيعملها بالشكل ده، ديبت اكسبنس ادمن ديبت اكسبنس فاكتوري كريدت كاش جورنال ادمن كريدت كاش جورنال واضحة؟ بس ده الدوكيمنت سبليت، هي دي الشيك سبليت. ادي كده احنا كريتنا خزنتين. طيب سيف، تعال نطلع بات كده بقى، بات تاني. احنا عملنا ايه؟ كريتنا الجي ال، عملنا الاماونت ليميت، عملنا النمبر رينج، عملنا الدوكيمنتس، عملنا اساين، وبعد كده قلت له انشئ الخزنه. طب هو الخزنه كده هعمل عليها التعاملات مباشره؟ يعني المعاملات اللي انا هتعامل عليها انا هكتب معامله معامله، ولا دي بري ديفايند على السيستم بعرفها ثابته كده في الكونفجريشن، واخطاء وكل لما اجي اعمل معامله اختار من اللي موجودين؟ هختار من الموجودين. فاكر لما كان كاش جورنال كنا بنعمل اما ترانسفير تو بانك، او ترانسفير فروم بانك، او بيمنت تو فيندر، او ريسيت فروم كاستمر، او اكسبنس بيمنت، او سيلز ريفينيو. دي المعاملات اللي بتتم على الخزنه. تمام. تعالى بقى نكري النقطه اللي قبلها، يعني كري الخزنه الجديده، نشوف شكلها الديسبلاي بتاعها كده. انا دوست واحده جديده، نيو انتري. نيو انتري ماشي، على مين؟ تمام. ماشي ماشي، طيب خلاص نخش اللي بعدها. ايه؟ لا لا لا، شوف بس الوقت. لا لا لا، الواحد ده شغال. هي خلاص اخر خطوه. لا لا، هي اخر خطوتين بالظبط. ماشي. طب تعالى الاول هقول له سيت اب برنت بارامترز فور كاش جورنال، ده بحدد ازاي هطبعه لو عايز اطبع الحاجه. فبقول له دخل لي على كمباني كود بس دي سيتي ام ار، هو فين هو فين هو فين هو فين هو اللي هيحصل. استنى كده هطلعها هنزلها بسرعه. اخر خطوه سيت اب برنت بارامترز، اخش جواها مش هعمل حاجة، هي متكريتة اساسا. لا، هحط ريبورت فاريانت اللي هو هيطلع شكل الريبورت ازاي. تمام. وده ريبورت متعرف اساسي على السيستم اللي هو كاج دي اي ده. هحط كاج دي اي، هحطه هنا كاج دي اي بس. ده الريبورت ده الحاجة الوحيدة اللي عملها. سيف شكل الريبورت ده هو شكل الريبورت؟ لا، دي حاجة أبدا. تمام ماشي. تمام باك. طيب آخر خطوة بقى بالفعل ومهمة، اللي هي المعاملات اللي هتتكريت على الخزنة، اللي أقدر أتعامل عليها على الخزن بتاعتي، وبزنس ترانزاكشن لكل الخزن، مش لخزنه، مش لكل خزنه بعرف البزنس ترانزاكشنز بتاعتها، لا دي لكل الخزن. تمام. تعالى نشوف على الاول اللي هي بتاعت كمباني كود الف.
كمباني كود 1000 معرفين في معاملات كتير. 12 خزنة. 12 معاملة. لا مش خزنة. معاملة. تمام كده؟ اول حاجة بيقول كاش ترانسفير فروم بانك. ترانسفير فروم بانك يعني تحويل من البنك للخزنة. ده ايراد ولا بيمنت؟ ايراد. ايراد. كويس جدا. فهو بيقول لك ان نوعية المعاملة دي بزنس ترانزاكشن تايب، دي خاصة بالكاش، هي اف 4 عليها، البي اللي هي بيمنت تو بانك اكاونت، سوري اللي هي سي قصدي مش بي، ريسيت فروم بانك اكاونت، استلام من البنك. دي نوع. طيب لو دخلنا على التي هقول له اف 4 عليها، دي نوعيتها دوكيمنت ترانزاكشن تايب، ديت نوعها كاش بايمنت ولا كاش ريسيت ولا شيك ريسيت ولا كاش ريسيت. كاش ريسيت بس، فاللي هي رقم 2. طيب ايه تاني؟ ترانزاكشن نمبر، ده الترتيب بتاعه. طيب رقم الحساب ده تتصور ده رقم ايه بالظبط؟ ده الاكونت، ده البنك. انهي بنك؟ ده البنك اللي اخدت منه. صح. تمام. ده مش رقم حساب الخزنة، ده رقم حساب البنك. طب اللي بعدها رقم حساب البنك برضه، بس اللي انا بعمل فيه اللي هوديله الايداع. تمام. اللي تحتها دي من رقم حساب تبقى بيمنت فروم كاستمر. طب دي نوعها ايه؟ البي بيمنت تو بنك. تمام. طب الدي، دي خاصه بالديبت اللي هو الكاستمر. يبقى دي بيمنت فروم كاستمر او ريسيت فروم كاستمر. طب ليه هنا مفيش حساب متعرف لها؟ ان مفيش حساب، مش عميل معين، ده سب ليدجر. بالظبط، سب ليدجر بلس ان كل سب ليدجر بيسمى على ريكون اكونت بتاعه. نفترض ان شركه عندها 3 جي ال اكونتس، وكل جي ال اكونتس تحتيه العيله بتاعته، فانت اخترت دلوقتي عميل لوكال، عميل اسمه علي، عميل اسمه علي هيرمي على مين؟ على مثلا 4010. اما العميل اجنبي بيرمي على 4020، فلا جي ال هتحدده ولا سب ليدجر، ده هيبقى ديبند على المعامله نفسها. طيب البيمنت تو فيندور نفس القصه. طب كاش بيرشز هنا اوفيس ماتيريالز، مشتريات، مشتريات مكتبيه اللي هي مثلا بيمنت اكسبنس بيمنت. هو عمل على الاكسبنسز بس، هنا هو محدد اوفيس ماتيريال، لكن لو انت قلت اكسبنس بيمنت يبقى هتسيب الجي ال مفتوح. ما تعرفش اني اكسبنسز. طب كاش سيل برضو بيع كاش، ده بيع كاش، هبيع لمين؟ هبيع العميل، هبيع كاش سيل، يبقى كاش، يبقى اسمه ايه ده، مش مهم الكاستمر اكاونت. تمام. بس هل لو انت عندك كاش سيل مبيعات نقديه، هل عندك كذا حساب مبيعات نقديه ولا هو حساب واحد؟ لو هو واحد اكتبه. لو هو واحد اكتبه. تمام. طيب بيمنت فيندور، حاجات متكرره بقى، ميسلينيس اكسبنس برضو رميه على حساب اسمه الحساب ده اسمه ميسلينيس اكسبنس رقم. طب كاش ترانسفير فروم سيف، ده عامل ايه ده؟ ممكن يعمل تحويل من خزنه تانية. طب رقم الخزنه التانية اللي هو رقم النقديه التانية. تمام. الكاش، حساب الكاش بتاع الخزنه التانية. تمام. وده برضو كاش ترانسفير تو سيف، ان رقم التحويل لنقديه ثانيه، رقم حساب النقديه بتاع الخزنه الثانيه. كاش جورنال، ده سيبك فاكس، ده بيضحك ده ولا ايه؟ كاش بيمنت فروم فيندر، خلاص في حاجات بتتكرر سيبنا منها. طيب هخش يمين سنه كده، بزنس ترانزاكشن بلوكد، يعني المعاملات دي نقفل المعامل التعامل عليها؟ لا كلها مفتوحه. طيب اكونت موديفايبل،
اكونت موديفايبل يعني ان انت بتشيك ان الحساب ده ممكن تغيره اثناء التعامل. يعني ايه؟ تعال نشوف ده. سوري، دي رقم 8، رقم 8 و11. تعالى كده، 8 و11، 8 و11 هو حاطط جي ال، بس بيقول ان الحساب ده ممكن يتغير اثناء المعامله. يعني 8، يعني ممكن اشيل 470,000 واحط حساب غيره. تمام. او ممكن اشيل 113 130 واحط حساب غيره. تمام. طيب بس تاكس موديفايبل، لو حاجه من دول لو معامله من المعاملات دي بيتحسب عليها تاكسز زي دي بالظبط، دي التاكس كود تي اكس، دي التاكس كود. لو البيرشز اوفيس ماتيريال عليها تاكسز، والكاش سيل عليها تاكسز، مبيعات، ضرائب مبيعات، سواء ضريبه مبيعات على المورد او على البيع، يعني مبيعات او مشتريات، دي الضريبه. طب قال ان الضريبه دي ممكن تختلف ليه؟ لان يعني انا هنا محدد له في ان دي، نفترض ان هي 10%، نفترض ان ان انا دلوقتي اشتريت حاجات بس الضريبه عليها 5% بس، هعمل ايه؟ احتاج اغير. فانا بقول له في الاخر هنا تاكس موديفايبل، ان بشيك عليها ان دي ممكن اغيرها اثناء المعامله. تعالى بقى نكريت التي كود، البيزنس ترانزاكشن بتاعت الشركه بتاعتنا، هم 6. تعالى اقول له الاول سيلكت اول دول، لهم كوبي على لا سيلكت اول، وبعد كده دي سيلكت مش عايزهم اساسا. انا هسلكت حاجه تانية، هسلكت كومباني كود اي جي 01، اللي هم دول 6 معاملات بالظبط. طيب 6 معاملات عندنا، كومباني كود كان اي جي 01، عندهم 6 معاملات، واحده اكسبنس بايمنت، فمش محدد جي ال ليه؟ مش معرفش. طيب هو ايه الاسم التاني ده؟ الاسم الديسكريب ده اللي هو اللي هيظهر في البتاع، ودي الشورت ديسكريبشن ليه. تمام. يعني تكرار، مجرد تكرار فقط لا غير. طيب الفيندر اوت جوينج بايمنتس، يعني مدفوعات لمورد. طب ماشي. طيب هنا ترانسفير تو بانك، محدد حساب البنك اللي هتعمل له ترانسفير، ترانسفير فروم بانك، هتحدد حساب البنك، كاستمر انكمينج بايمنتس، طيب سيلز ريفينيو. طب نخش يمين كده، هنا الاكونت موديفايبل في ايه بالظبط؟ ماشي، هو كده كده سيبك، مش لازم تحط اكونت موديفايبل طالما انت مش كاتب له جي ال، فخلاص ممكن نشيل ده ونشيل ده ونشيل ده. 3 و4 بس هو اللي ممكن اقول له اكونت موديفايبل، عشان هحطت له جي ال. هل ممكن ترانسفير تو بانك او فروم بانك يتغير من مره لمره؟ ممكن يو اس دي، ممكن اي جي بي. لا يبقى خلاص ما نغيرهاش، يبقى هشيل الاكونت بتاع من عليه. عارف ممكن ايه اللي يحصل؟ حاجه تانية، ان بركه اي جي بي وسي اي بي اي جي بي، وبنك مصر اي جي بي، الثلاثه دول حساب بالمصري، وهغير من البنك ده للبنك ده بالظبط. ممكن اعمل كده. ماشي. طيب التاكس موديفايبل لو في تاكسز، ماشي، هنشوف يعني ايه اللي ممكن يتحسب عليه تاكس، هو يا الاكسبنس بايمنت يا اما السيلز ريفينيو. هقول له دول هم دول بس التاكس موديفاير. تمام. بس هروح كوبي، هكبيرهم كوبي از سبيسيفاي جي ال اكونت اور سيلكت انديكيتور تشينج. الحساب اللي هو اكسبنس بايمنت بيقول لي يا اما تحدد لي جي ال هنا، يا اما تروح تقول له ان اكونت موديفايبل. هقول له اكونت موديفايبل، ماشي، هدوس له انتر تاني.
قال لي برضو في النوع ده اللي هو الكاستمر انكومينج بايمنت، يا اما تحدد له حساب يا اما تقول له اكونت موديفايبل. قلت له اوكي. السيلز ريفينيو برضو هكذا خلاص زي ما كنت عاملها الاول يعني، مش ممكن نستفيد يعني. هدوس له انتر، راح مكبيرهم لي، راح مكبير صح كده، حتى كبير كل حاجة. أنا هكبيرهم هم، بس هغير حاجتين، رقم الحساب والاسم. الكمباني كود هغير اسم الكمباني كودز STMR. طب هنا راح انا عامل سيلكت ده كوبي، وراح واقف كنترول واي واقول له اقفل على الاربعه دول، كنترول في او ما تنفعش، مش خلاص مش طيب. حساب البنك هنا ترانسفير تو بنك، لأني حساب بنك. استنى 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 استنى، معلش انا غلطت، لازم ده يبقى اكونت موديفاير. احنا مش قلنا ان المعاملات ديت خاصة بكل الخزن؟ يعني دي مش خزنة مصري بس، ده خزنة يورو، يعني حساب البنك ممكن يتغير فعلا. يبقى اروح اقول له اكونت موديفايبل. طيب زي ما هو مكتوب هنا vendor outgoing payments، vendor account، مش ده مش اكونت موديفايبل لكله، ونشوف هيقول لنا ايه. انا مش هحط حساب بنكي هنا بسبب، لان انا ممكن اقول له انا هعمل تحويل من حساب البنك او تحويل الى حساب البنك انيو. في الخزنة المصري هيختلف على الخزنة الدولار، هيختلف على الخزنة اليورو. الجروب ده شغال هنا وهنا، والجروب ده شغال في كل. هدوس له انتر كده، هيقول لي اكونت تشينج اور ستيت تشينج نوت بوسيبل فور بزنس ترانزاكشن كي كي. ان انا حطيت له في الكي، قلت له ان انت هتبقى اكونت موديفايبل، قال لي لا ما ينفعش. قلت له ماشي خلاص، بس هو ليه؟ لان هو باي ديفولت متغير، هو باي ديفولت متغير. طيب خلاص ادي كده البيزنس ترانزاكشنز بلان خلاص، بس خلاص سيف بقى. بس داتا سيف، اقول له كده سلاش ان اف بي سي جي. تعالى نطلع على الخزنه، تعالى اخش على الخزنه بتاعتنا مثلا اس تي ام ار، اس تي ام ار، واقول له كاش جورنال، كاش جورنال اللي هي جي. تمام كده. هقول له انا هعمل الاول لان هنا الاوبننج بالانس زيرو اولا توداي، ماشي المعاملات بتاعت توداي، فبقول له الاوبننج بالانس زيرو، فهعمل كاش ريسيت. هستلم الاول، هقول له اف 4 هستلم على اس تي ام ار. لا طب سلاش ان كاش ان هي هاتي كود اخش على طول. ملهاش تكود، مش خلاص سلاش ان اس برو. انا ممكن اكون بالغلط عملت سيلكت على اللي تحت معاه، بس انا كنت عملت سيلكت اول ودي سيلكت صح؟ تعال نشوف بزنس ترانزاكشنز كجورنال
set up create bank transaction types ماشي استثمار استثمار يا نهار اصبح مين عمل مهرجان الدولي وانت اللي تحت اسيبهم بقى انا هدلت اللي انا مش عارفه استنى كده فين بقى بتوعنا اللي هما تحت اللي ليهم ليه في الديسكريبشن تاني اللي فين الديسكريبشن تاني طيب only delete your F not use also in productive delete okay delete يعني طب عايز ايه only delete business transaction if it is not used also in productive system ماشي no. طب ايه هو على السيستم كده على طب ده دلته ان المسج بتظهر على كل تي كود لازم تكونفيرم استمار اهي بتوعنا ظهر لنا تمام ها واضحه تمام اوكي اول سي سلاش ان اف بي سي جي توداي كاش ريسيت اتاكد ان انت شغال على كامباني كود ستوديو مصر وعلى الجورنال بتاعتك اي جي بي هقول له اوكي هدوس له اف 4 عليها طلع لي تيب الترانزاكشن راح مطلع لي مين اشمعنى الثلاثة دول عشان دول الريسيت هو عشان انا الريسيت الاستلام ماشي لا انا اختار الاستلام هو مش انا كنت حددت له الترانزاكشن تايب هو ده كاش ريسيت ولا كاش بايمنت فهو حدد قال دول تبع الاثنين رقم 2 كلاس 2 كلاس 2 اللي هو كلاس كلاسيفيكيشن 2 لو دوس ما فيهاش اختيار هنا كلاسيفيكيشن اللي هي الريسيت ساعه ما كنا مش احنا كنا ما بنعرفها قلت له يا اما ده كاش بايمنت يا اما كاش ريسيت هو انا كنت محدد دول كاش ريسيت ايوه فاهمك ايوه طيب فاقول له كاستمر انكمنج بيمنت انا بس اعمل كاش ريسيت فظهر لي بتوع كاش ريسيت بالظبط ترانسفير فروم بانك قلت له ترانسفير فروم بانك ماشي هاخد هستلم كام هقول له 200000 جي ال حساب البنك مين بركه رقم كام؟ 2 0 110 صح؟ 110 لو في ريسيت الورقة لو في تكست لو في اي حاجة عايز تدخلها له اوكي دوس له انتر كده قال لي اوكي مفيش مشاكل انتري ريكوردد مجرد ادخلتها هل هي كده سمعت في الخزنة؟ لا هل كده سمعت في حساب الكاش؟ لا طيب تعالى نقول له سيف سيف هاد راح مسيف هل كده سمعت في الخزنة؟ ايوه لكن سمعت في حساب الكاش؟ لا ماشي صح نعمل بوست نعمل بوست نعمل بوست
تعمل بوست document بوستد. تعال نشوف الكود اللي طلع منها. follow in documents شفت خد accounting document رقم كام؟ 100. تمام ماشي. كاش من الكاش لحساب من حساب النقدية لحساب البنك. تمام. من حساب النقدية إلى حساب البنك. حساب النقدية زاد بمتين ألف وحساب البنك قل بمتين ألف. آه. تمام؟ تمام. أوكي. كنسل. أدي دي كده مثلا معاملة من المعاملات اللي تمت. تمام. ترانسفير فروم بنك. أخش بقى أعمل له مثلا كاش بايمنت. كاش ترانسفير. اقول له طلع لي قال لي هنا بقى البيمنتس بس ترانسفير تو بنك مش فروم بنك. تمام. دي تو بنك. اقول له مثلا حول لي 50,000. دي 50,000 لمين؟ لنفس الحساب ولا حساب تاني؟ نفس الحساب. بص على طول راح مسمع قال لي حصل معاملة واحدة كان توتال كاش ريسيب ب200,000 حصل معاملة واحدة في الكاش بايمنت ب50,000 الرصيد بتاعك دلوقتي 150. دلوقتي انا دلوقتي الحاجات اللي انا كنت كل الترانزاكشن اللي عملتها على الاسبوع كانت بتسيف صح؟ كان بتسيف في ال قصدك استنى قصدك هنا؟ لا مش بتسيف هنا بتسيف اللي هو رقم ال اللي خدناه اول مره خالص الريكويست. الريكويست صح كل المعاملات اهو تعال نشوفها. تيجي نشوفها. شوف بقى الريكويست ده بتاع البنطلون اللي فيه ده. تعالى جوه الاسبوع برضه صح؟ لا هو بس ممكن اجيبه من حته تاني بس انا مش فاكرها قوي. اس ام اس اي 17 سلاش ان اس ام اس اي display transport request and transfer you can use machines good in SE09 محمود حبيب اليوزر محمود حبيب طلع لي كل المودفايبل اللي انت لسه شغال عليهم ريليز دي يعني اتقفل يعني الريكوست ده كونفيرمد ويتنقل على كلاينت تاني ده الريليزد لكن الموديفايبل يعني لسه انت شغال عليه فاقول له ديسبلاي اعرضهم لي قال لي عندك ثلاثه تعال نفتح اف اي سي او ده بتاعنا قال لي كاستمايزنج تاسك جواه بلاوي بلاوي سودا ومنيه شفت كل الحاجه اللي احنا اشتغلناها ايه رايك؟ طيب اما بنعمل له ريليز او كده ريليز من هنا من شكل العربيه ده وده ديليت لو انا عايز ادلته وعايز الغي الشغل اللي انا عملته كله
باسورد لوج، ماشي، ان انا عايز اشوف مفيش لوج لان هو لسه ما اتعملوش ريليز. قشطة.